كل شيء اللي كان في الماضي يمكن يتشاف بحال الإكراهات، وهذه المنطقة فيها هو الشمس والرملة والبحر، راه يمكن يقول لكم بأنه في المستقبل ما يبقاوش إكراهات، غادي يكون شي حاجة اللي هي جد جد إيجابية، لأن منطقة اللي من هذيك الرملة غادي يمكن نديرو فلاحة اللي هي كبيرة، هذاك الماء البحر غادي نديرو فيه التحلية ديال المياه، واللي غادي يسقي الأراضي السقوية ويعطي الناس الماء الشرب ويعطي السياحة باش تزيد للأمام، وهذيك الشمس وهذاك الريح اللي كيكون في المنطقة غادي يعطينا الطاقة ديال الهيدروجين، وغادي تكون واحد المركز ديال الهيدروجين اللي كبير. فهنيئا لكم، كان غير شوية ديال الصبر بكل شيء كيصيبوا، لأنه الأمور إن شاء الله غادي تبدل في هذه المنطقة، ولها آفاق اللي هي جد كبيرة، وإن شاء الله غادي تعطي نتائج اللي هي جد مهمة. إحنا مشينا من مسار الثقة باش نتفقوا على شنو هما المبادئ والأولويات ديال الحزب ديالنا، وفين غادي نمشي وشنو هو الاتجاه، وعملنا 12 دورة، خرجنا كتاب ناقشنا تحاورنا فيه، ولا يعني مذهب ديالنا يعني على التنمية كيفاش بغيناها، وكيفاش كنشوفوا يعني لي فالور ديال بلادنا في المستقبل. من بعد جات مناسبة أنه نهتموا 100 يوم 100 مدينة، ونهتموا بالمدينة ديالنا وبالخصوص المدن الصغرى، ونشوفوا كيفاش يمكن نجيبوا حلول والإشكالات اللي مطروحة، وجينا لعندكم لهذه المنطقة يعني، وكانت 100 يوم 100 مدينة هنا. وكذلك من بعد ما كمل مسار الثقة مسار المدن، اليوم نحن في محطة ثالثة كبيرة اللي هي مسار التنمية، هذه هي المحطة الثامنة في الجهات. قلنا إن شاء الله من هنا لآخر جوفي غادي نكملوا هذه المحطات كلهم. الغرض هو الهدف هو الاستماع لكم، استماع لمشاكلكم، تنظيم يعني الأولويات، لأن الأولويات هي كثيرة، إلى كل واحد خديتوه كرئيس ديال واحد ديال يعني رئيس ديال واحد لاكومين، كل واحد إلى خديتيه بوحدو داكشي ما يمكنش، ولكن إلى كان واحد التوجه اللي هو كبير وعام في واحد المنطقة، يمكن لنا نعملو نستعملو واحد العدد ديال الرافعات باش نحلو المشاكل الناس. فاليوم من بعد إن شاء الله آخر فبراير غادي نكونوا كملنا الجولات ديالنا، كما كان عندنا مسار الثقة وكان عندنا مسار يعني المدن، غادي يكون عندنا كذلك مسار التنمية، اللي غادي نشوفوا شنو هما التوجهات، شنو هما الأولويات، أشنو هي الهيرشي ديال هاد الأولويات، وكيفاش غادي نباشروها يعني في الإشكالية ديال التنمية. فاستمعوا لنا، استمعنا لكم في الأوراش يعني، واخا انا ما كنتش حاضر، ولكن ودنينا كاينين تماك، وكاين الناس اللي كيمثلونا، وكاين مكاتب دراسات اللي كيواكبونا، وان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش اشنو هما ننظموا هذا الشيء هذا بالنسبه للمستقبل. يعني اولا بغيت نشكر السيده الرئيسه، لأنها كتقوم بواحد العمل اللي هو جاد، وانا كنعقل في هذه القاعه كانوا شي اجتماعات، واحد اجتماع واحد الوقت، وكنت قلت، وكان ذاك الوقت هذاك البلوكاج في الجهه وداك الشيء كله، قلت مهما كلف انا يعني مهما كانت التكلفه السياسيه ديالها، ما يمكنش نخليو المواطن يعني اوطاج ديال هذا الشيء هذا. الا خصنا حنا نخرجوا نخرجوا، الا خص يعني الناس الاخرين اللي اون فاسي يخرجوا خصهم يخرجوا، ولكن المواطن ما يخلصش الضريبه ديال فرقاء سياسيين ما متفقينش. إذا كانت شي ضريبه خصها تخلص يخلصوها الاحزاب، وهذا ما فعلناه، والحمد لله انتم شفتوا بان جات السيده يعني مباركه بعيده، وخذات المسؤوليه وفرشات الطريق وعملات مشاريع ومشاريع كبيره،
ناجحة في العمل ديالها. وأنا كنقول لكم بأنه اليوم بلي كنصافى وبلي كنتلقى مع مسؤولين دوليين وداكشي كله، راه قبل كيتكلموش بزاف على قلميم وعلى المشاريع ديال قلميم، ولا اليوم قلميم كاينة في الخريطة يعني العالمية ديال الاستثمار وديال لا كونيسونس وديال هذا، واش واقع في قلميم ونجيو نستثمروا ونجيو نديروا. هذا عمل كبير اللي قامت به يعني السيدة الرئيسة، واللي وجدات يعني واحد العدد ديال الملفات، وحلت الطريق مع السيد الوالي باش يكونوا الاستثمارات يعني كبيرة إن شاء الله في هذه المنطقة. والخير أمام، نحن ورائك ومعاك، وعارفين بأنه كتشتغلي بجدية ومعقول بأنك ناجحة إن شاء الله. والأكثر أنه لنا الشرف أنه هي المرأة الوحيدة اللي كاينة رئيسة ديال سميتو، فلك الدعم ديال النساء والدعم ديال الرجال والدعم ديال المواطنين ديال إقليم قلميم، لأن كيتيقوا فيك وزيدي بهذا المسار ديالك إلى الأمام إن شاء الله. قلميم يعني الجهة، قلميم واد النون، استثمارات كبرى اللي كتقوم بها هذه الحكومة. تكلم على السي مصطفى، تكلمت على السيدة الرئيسة، غادي تعمل اي تعملوا جوج ديال لي ستاسيون ديال تحليه المياه تقريبا بين 8000 و 10000 هكتار ديال الاراضي السقويه اللي غادي تدا. هي تقريبا بحال الا قلتي الاقليم ديال يعني ناقش شويه على الاقليم ديال شتوكا ايتبها اللي هو كيصد البواكر يعني العالمي باجمله. هذا غادي يعطيكم امكانيات ان الاراضي ولا فالور اجوتي يعني القيمه المضافه غادي تزاد ان شاء الله هنا في المنطقه، وغادي تكون منطقه فلاحيه حتى هي زعما اللي غادي تاخذ بلادنا تاخذها بعين الاعتبار. بلي جات الاشكاليه ديال الهنديه وديال اكناوي ياك، وجات الاشكاليه ديال المرض ديال الحشره القرمزيه، الدوله ما نعساتش، وزاره الفلاحه ما نعساتش، ومشات مع لي شيرشور مغاربه وقلبات شنو هما الامكانيات ولقات الحلول. الى حد الان تقريبا 5000 هكتار اللي هي يعني تغرست بهذا النوع الجديد اللي هو كيقاوم هذا المرض. وعندهم برنامج وزارة الفلاحة ابتداء من السنة المقبلة، السنة المقبلة باش يديروا 9000 هكتار، والسنة الأخرى السنوات الأخرى إن شاء الله 8000 هكتار كل سنة باش يوصلوا شي 32 ولا 34 ألف هكتار يعني في الجميع. وهذا غادي يعاود يعطي واحد القوة كبيرة لأكناري في المنطقة اللي كانوا كيعيشوا فيه واحد العدد ديال الناس، وكان كيحرك المنطقة والناس. يعني انا كنطلب منكم ونطلب من الفلاحه ونطلب من الناس اللي عندهم هذه الاراضي هذا باش يمشيوا في هذا التوجه، لان هذا توجه ايجابي حل جذري لواحد الهنديه اللي هي مطلوبه يعني في السوق الدولي ومطلوبه بزاف في السوق المغربي. ولكن مع الاسف يعني قدر الله جاء انه المرض، ولكن يعني المرض يعني الناس ما نعسوش، لقاو الحل ولقينا الحلول اللي هي ديال المقاومه ديالو ان شاء الله في المستقبل. دونك وعدنا بانه غادي تكون يعني خاص تكون هنا واحد السياشي باش ولادنا ديال المنطقه هنا يقراو الطب ويكونوا عندنا واحد لوبيتال يونيفرسيتير. دونك لوبيتال يونيفرسيتير ان شاء الله غادي للوجود، راه كي حولنا ذاك المشروع ولا مشروع اكبر وكبير وزدنا فيه العدد ديال الغرف وديال السرير، وغادي يكون فيه امكانيات ليه كبيره. يعني تقريبا في 2025 يعني غادي يكون وجد، وقلنا بانه خصنا نبداو من دابا يعني ولادنا اللي غادي يتخرجوا في السنوات المقبله باش يقراو. هاد السنه هي 100 طالب ديال الطب واللي هي كتدرس هنا في قلميم، واللي غادي نوصلوا ان شاء الله
يعني في السنوات المقبله الى 400 طالب ديال الطبيب. هادو 400 ديال الطالب اللي غادي يوليو اطباء يعني دون كلكو زاني من دابا هذا، وزيد عليهم اللي غادي يتزاد من بعد، فالحمد لله غادي تكون عندنا واحد الوفره واجده باش نباشروا الاشكاليات اللي كاينه ديال النقصان في الميدان ديال الطب، وكذلك في التطور اللي غادي تعرفوا في المنطقه، لا فلاحيا ولا سياحيا ولا كذلك على المستوى الطاقي. هادو هو بعد المسائل اللي بغيت باش نتقاسمها معكم، بانه انتم في صلب المعادله ديال الاستثمار العمومي داخل بلادنا. بيان سور هذا الشيء لان كاينه لا فولونتي ديال الجهه. انا شفت السيده رئيسه كيفاش انا ديك الساعه باقي وزير ديال الفلاحه كتجي، واتفقنا على هذيك المحطه ديال الديسالمون بان خصها تكون وغادي نخدموا فيها، دونك كتجري على المشاريع ديالها باش توقف عليهم. ولكن هادو كلهم مشاريع ديال يعني المليارات ديال الدرهم ديال القيمه المضافه في المستقبل ان شاء الله. دونك غير الاطمئنان، يعني صبرنا ما فيه الفدايه الكفايه، ولكن الان راه الاشتغال غادي يبدا يعني بجديه. دونك انا قلت بانه هذا المنتدى هو جد مهم. اولا نتمنى الله انه في جميع المنتديات دابا اللي كيتلاقاو بيناتهم، يعني المنتخبين خاص دائما يبقاو يتلاقاو بيناتهم ودائما يتكلموا ودائما يديروا اجتماعات ودائما يشوفوا الحلول ويشوفوا الابتكار. وكنشكر كذلك السيده الرئيسه، هي كانت في يعني في دبي وقعت واحد العدد مع لابيرد باش يكون التمويل ديال واحد العدد ديال المحطات ديال التريتمون ديال ليزويزي وتعطاها تمويل. هذا هو الابتكار، يعني ما نبقاش غير نشوف داك الشيء اللي حدايا، خصني نشوف كبير ونشوف كون عندي طموح ونمشي نقلب على الامكانيات باش تفتح. اذا تكلمنا على مسار التنميه، تكلمنا على المستقبل ديال جهه كلمين واد النون اللي ان شاء الله انا شخصيا كنشوفه يعني مستقبل كبير وزاهر ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.